علبه الميريت دلوقتي ب 75. قال له ايه؟ قال له متفكر ايه؟ الزوج راح مسك السكينه وطعن مراته 12 طعن. ليه يعني؟ مش خربان، يعني مش تعبان، يعني مزاجك اتعيدي. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة اللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام جدا، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة الدقهلية، مركز أجا، قرية اسمها قرية البساتين، عزبة اسمها عزبة العراقي. يعني احنا دايما بنجيب التفاصيل بالظبط لان الجريمه دي غريبه جدا. يعني محافظه الدقهليه، مركز اجا، قريه اسمها قريه البساتين، عزبه اسمها عزبه العراقي. ايه اللي حصل في العزبه دي؟ زوج وزوجه، الزوج عنده 29 سنه والزوجه عندها 20 سنه، اسمها فاطمه والزوج اسمه محمد. فاطمه محمد وفاطمه سمير ومحمد عبده. فاطمه سمير اهل، احنا عارفين الريف للاسف متجوز بنت وهي عندها 13 14 سنه، ولغايه دلوقت واحنا في 2023 بنجوز بناتنا وهم عندهم 13 14 سنه. يقول لك خلاص خرط البنات خرطوا، يا اخي مخرطه ملوخيه تخرط كل اب وام يجوز بنته كده. هي 13 سنه و 14 سنه تعرف يعني ايه جواز ويعني ايه مسؤوليه. فاطمه سمير دي عندها 20 سنة، متجوزة من محمد عبده عنده 29 سنة، وعايشين هما الاثنين في عزبة العراقي في قرية البساتين مركز أجي محافظة الدقهلية. احنا عارفين دلوقتي يا جماعة الحياة بقت صعبة، الدنيا بقت غلا، الكهرباء بكام، المية بكام، الغاز الطبيعي بكام، اكلنا بقى بكام، شربنا بقت كام، البيضه بقت بكام، الفرخه بقت بكام، اللحمه بقت بكام، البنزين بقى، الدنيا مولعه والبيوت مش مكفيه نفسها. فالزوج والزوجه والاولاد الله يكون في عونهم في توفير المستلزمات الضروريه للحياه الاسريه، هيجيبوا منين؟ عندنا مثلا بيقول لك اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، والبيوت ياما محتاجه. ففاطمة سمير واحدة شجيانة من صغرها، واحدة تعبانة من صغرها، متجوزة ومكفية بيتها بالعافية، وبالساعد جوسة بتطلع تشتغل، إن كانت تروح بيوت تنظف ولا إن كانت تطلع غيط تجمع محصول ولا أي حاجة تجيب بها فلوس. دي بنت تتحط فوق الراس. جوزها محمد عبده رايح يجيب علب السجاير ميرت، ما عرفش ايه اللي عاجبه في النوع ده. طب يا اخي ولادك اولى، بيتك اولى، زوجتك اولى، انت صحتك اولى، رايح يجيب علب السجاير. فمراته بتقول له يا اخي حرام عليك، بقت البيت ما فيهوش اكل وانت رايح تجيب علب السجاير ب 30 40 جنيه. قال لها خرمان، انت هتدخل في مزاجي؟ يا ستي مش هتدخل في مزاجي، ولا هتدخل انت خرمان ولا مش خرمان. ما تتخرمان يا اخي، ما تخرمان بعيد عنها، مزاجك مضغوط بمزاجك، وفر احتياجات البيت وبعد كده دور على مزاجك. فقالت له حرام عليك، اللي عايز البيت اولى من الجاب، يا عم هات الفلوس ال 30 40 جنيه دي نجيبها احنا بكره نص كيلو فراخ نوكل العيلين، انت تدخل في مزاجي، انا خرمان يا بنتي كذا وكذا. وقعد يسب لها. قالت له طب انت معاك فلوس كام؟ قال لها معيش غير ثمن علبه الدخانه 30 جنيه. قالت روح يا بعيد، روح يا بعيد، يبقى البيت ما فيهوش عيش ورايح تجيب علبه سجاير. قال لها خرمان،
مزاجي. انت هتدخل في مزاجي؟ هتتحكم في مزاجي؟ جات طبغور غور. طبعا هو واخد 30 جنيه في جيبه وراح يجيب علبه ميرت. طب احنا عارفين السجاير الايام دي بقت دلوقتي عامله زي الدولار، كل يوم ارتفاع ارتفاع ارتفاع. لما سالت على اسعار السجاير بقت مرعبه. علبه المارلبور بقت ب 75 جنيه، الكيلوباترا ب 55 جنيه، الميرت ب 75 جنيه. خلي بالكم الاسعار دي، يعني انت عندك الميرت دي كانت ب 55 بقت ب 75، الكيلوباترا كانت ب 50 كانت ب 20 28 جنيه بقت ب 55، اكتر من الضعف. فواخد 30 جنيه ورايح يجيب سجاير، فالراجل قال له، قال له دي علبه ميرت. قال له ايه ده 30 جنيه؟ 30 جنيه يا عم انت ما بتشربش سجاير من زمان. قال لا كنت بجيب فرط. كلمه فرط يعني ايه؟ اروح اجيب سجارتين بجنيه، تلات اربع سجاير، اسمها سجاير فرط. المره دي معاه 30 جنيه راح يجيب علبه. فالراجل قال له انت عارف الميرت بكام؟ الميرت بكام؟ قال له بكام يعني؟ هات يا عم الباج. قال له باجي ايه؟ علبه الميرت دلوقتي ب 75. قال له ايه؟ قال له متفكر ايه؟ 75 جنيه. طبعا هو فرد ريشه وناس قاعده في السوبر ماركت وشايفينه داخل علبه ميرت وماسك علبه الكبريت والولاعه في ايده، فعيب لما يناجر بقى. قال له طب خلاص خد 30 جنيه وهبعت لك البت بال 45. قال له ماشي بس ما تاخرش. ما البلد عارفه بعضيه. طبعا هو مروح البيت مراته عامله له مصيبه ان هيروح يدفع 30 جنيه في علبة السجاير. هي طلعت علبة السجاير اللي هو خدها وما قدرش يرجع في كلامه وما قدرش يجيب فرط وجاب علبة عشان قدام الناس، فلازم يدفع للراجل 45 جنيه. فرجع لمراته قال له بقول لك يا فاطمة ابعت البت تدي للواد بتاع السوبر ماركت 45 جنيه. قالت له ليه؟ قال لها علبة الميرت ب 75. قعدت تزعق، علبة الميرت ب 75؟ انت على مزاجك وعشان خرمان ندفع 75 جنيه في علب السجاير؟ ابتدت تزعج، ابتدى هو يلطش فيها، ابتدت تقول له انا هشهد الناس عليك، انا هروح للجيران. الزوج راح مسك السكينه وطعن مراته 12 طعن. ليه يا عم؟ علبه السجاير معاك وشارب سجاره وانت جاي، يعني مش خرمان، يعني مش تعباه، يعني مزاجك اتعدل. تموت الغلبانه اللي عندها 20 سنه فاطمه سمير ب 13 طعنه ولا ب 11 طعنه؟ ليه يا اخي؟ عملت لك ايه؟ ده بتحافظ على فلوسك، خايفه على فلوسك، وخايفه عشان مصاريف العيال ومصاريف البيت، وخايفه على صحتك. جم في الاخر تقعد تطعم فيها الطعنات دي كلها عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر خرمان، عشان خاطر ستام انت خرمان، انت شربت سجاره وانت جاي تقتل مراتك عشان علبه السجاير؟ طب اقتلها يا اخي عشان حاجه عادله؟ ده اذا كان اصلا في مبرر ان الواحد يقتل حد فما بالك بمراته. بعد ما قتلها العيال بتصوت جري هو القريه في اف، دخلوا لقى فاطمه سمير سايحه بدمها، جروا وراه مسكوه وراحوا متصلين برئيس مباحث اخر. اجا جه مسكوا، ايه يا عم اللي حصل؟ قاعد تدخل في مزاجي خرمان، مش عايز تديني اجيب علبه السجاير. طب ما دام معاكش بتاخد من الغلبانه، بتاخد من جوتها وشجاها وعراكها، ده بتطلع تشتغل في عز النار الولع وبتشتغل في البيوت وخرب الدنيا عشان توفر لقمه عيش لعيالها، ومعايز تاخد منها كمان فلوس عشان خرمان، عشان عايز تشرب سيجاره؟ ده انت جاحد. اتنرفزت وكنت لسه السيجاره بقى يعني وخرمان، ما حسيتش بنفسي غير وانا لما لقيتها بتزعج وهتفضحني بين الجيران قتلتها. فين السكينه؟ قال لك السكينه سبتها في البيت. لقوا السكينه مرميه جنب الجثه. مثل الجريمه بالكامل، اعترافات تفصيليه انه قتل مراته عشان ما رضيش تديله يكمل ثمن علب السجاير. يا ترى لما يدخل السجن ويتعدم ويسالوه نفسك في ايه؟ هيقول لهم خرمان عايز سيجاره. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكرك.